استاد القاهرة بننقل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. هنا الخطيب بيحط الجول ماشي الخطيب هو واحد بفاضة نفسه ولا بليك اكسمال ان شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ويكرم لعيبة النادي الاهلي كرة زادتين ويجيب جول يا جول 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 يفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا لأول مرة. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ أسامة الصقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية. مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا في قناة النادي الاهلي. منورين بوجودكم وبقناة الاهلي ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. في البداية طبعا عايزين نتكلم عن اللقاء الهام للنادي الاهلي النهارده قصاد سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة او المباراة الثالثة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي هو المتصدر حتى الان باربع نقاط من فوز و تعادل. شايف لقاء النهارده ازاي؟ اولا شايف لقاء ان شاء الله ببدايه الخير للكره الاهلاويه. انا شايف ان الاهلي هو الجدير. انا قبل كده انا قلت ان الاهلي هيتاهل من هذه المجموعه كاول مجموعته وهيتاهل بفارق كبير من النقاط، يلي فيتا كلاب الكونغولي، ثم هيكون الصراع ما بين الثالث والرابع ما بين شبيبه الثروه الجزائري وسيمبا التنزاني اللي احنا نلعبه النهارده. طبعا النتائج كانت غريبه وعجيبه جدا. صحيح. في ان الاهلي يفوز على فيتا كلاب بهدفين، يتعادل مع شبيبه الثوره وبعدين يتعادل مع شبيبه الثوره 1-1. تفاجئ ان فريق سيمبا اللي بيكسب شبيبه الثوره 3-0 بيخسر 5-0. صحيح. طبعا النتيجه يعني طبعا بتكشف ان الامور كلها يعني بتلتقي في صف الاهلي اولا ثم فيتا كلوب الكونغولي رقم 2. الاهلي قادر باذن الله ان هو يفوز النهارده ان شاء الله، لان الاهلي بقى فيه فرقه حلوه، بقى فيه شكل، ابتدت علامات الاثارتي تظهر والتدعيمات الجديده. لا بعيدا عن التدعيمات، لان انا اللي انا شايفه النهارده ان كل الوجوه الجديده اللي جابها الاهلي هي مفيده تماما. ما نتكلمش بقى بحته ان احنا جبنا لعيبه جايبينهم كده لمجرد ان احنا نعمل التجديد، لا احنا جايبين نماذج. صحيح. جايبين لعيبه جيده جدا، بس اللي انا بشوفه النهارده اقول لك كيف يتخلص لاسارتي من ازمه عدم وجود راس حرب. راس حرب ايه؟ واللي بيجيب الاجوان في الاهلي دايما مين؟ هو وليد سليمان اللي كان الهداف بتاعنا، ما بيلعب في خط الوسط. اجاي نفسه بيلعب في خط الوسط. ان اللعيبه الهدافه في الاهلي ما فيش حاجه النهارده اسمها راس الحرب الصريح، ما حصلش في العالم كله النهارده كرة القدم الحديثة، انك بتدوري مجموعة لاعبتك بالشكل اللي يناسبك، ان انا اختار التوقيت المناسب لاختيار وجود محمد شريف مثلا انه يلعب النهارده، انا متفائل بيه جدا. وجود اجايدة مهم جدا جدا، وجود حسين الشحات انا اللي شايفه من احسن الاضافات، بالرغم ان حسين الشحات لم يصل الى 20 او من 15 ل 20% من مستوى المعروف، ولكن مع دورة المباريات والانشغال بالمباريات انا شايف ان المستوى الاهلي هيتحسن للاحسن وللاحسن. طيب ازمه الاصابات ازمه كبيره جدا بتضرب النادي الاهلي بقالها فتره كبيره، حتى الصفقات الجديده ما سلمتش من الاصابات. طب اتكلم من خلال ان احنا نقول ان عين الحسود ولا نتكلم الكلام العلمي المحترم؟ لا طبعا الكلام العلمي، الكلام العلمي المحترم. سيبونا من الدجل والسحر والشعوذه اللي بيتكلم فيها. الاصابات دي منطقيه جدا جدا في الاهلي. ليه؟ انت بتتكلمي على العامل النفسي. العامل النفسي حتى لو انت سايقه عربيتك وماشيه ومش مركزه في طريقك، ما انت هتضطري تعملي حادثه. ودي هي الحوادث اللي احنا بنتكلم في عالم كره القدم، انك انت لازم تركز في نتائج، تركز في نتائج كويسه، تفكر في رغبتك مع الاهلي انك انت تعمل مباراه جيده. هي دي اللي بتاثر من الناحيه النفسيه، الاثاره والحماس هي دي اللي بتزيد الضغط. انما النهارده اجي اقول الدكتور يعني ايه؟ بياخد اللعيبه بيدخلها مدبح؟ لا ده بيدخلهم مشفى. الراجل عايز لعيبته تبقى على اعلى مستوى. اكيد. انما هي حته الاصابات دي انا ما بحبش اتكلم لانها قضاء وقدر. صحيح. وكل الانديه معرضه لهذا الامر. صحيح. يمكن شفنا كمان السنه اللي فاتت سموحه الفريق السكندري اللي كان على طول كل مباراه رباط صليبي، 8 رباط صليبي، 8 رباط صليبي، لان كان اخر واحد فيهم محمود عزت. صحيح. انما لما نيجي لا محمود عزت اصله يعني صاب مرتين، يعني مره ورجع والمره الثانيه اتصاب تاني. لا احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي ان الفكره مش في طبيب فريق ولا تدريبات فريق، ما ممكن ارضيه الملعب.
ممكن في عوامل تانية. في الضغط أنا بعتبر أن العامل النفسي هو أهم الأسباب في هذا الأمر. صحيح. طيب نرجع مرة تانية لدوري أبطال أفريقيا والمنافسة طبعا في المجموعة اللي احنا فيها. حضرتك قلت المنافسة بتنحصر ما بين الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي، هم دول الفريقين اللي هيتأهلوا إن شاء الله لدور الثمانية، طبعا نظرا بقى لمستوياتهم الحالية والنتائج الفريق أكيد. وطبعا أكيد. لتاريخ الفريقين في البطولة. لو رحنا للمجموعات التانية تتوقع هنقابل مين؟ هنقابل مين احنا؟ لا ربنا يسترها بقى من المجموعات التانية. انت حضرتك تعرفي النهارده ان كان مازيمبي بيلعب مع الافريقي التونسي، صحيح، وكسب. عارفه النتيجه كام؟ كام؟ 8 8 0 8 اهداف. حد قال لك؟ طبعا 8 0 دي نتيجه غريبه جدا وعجيبه. يعني مش عايز اقول بقى الحمد لله ان الاسماعيلي خرج من البطوله، لا، عايزه تعرفي ان المستويات هتكون في غايه القوه في دور الثمانيه. صحيح. ولذلك لابد ان احنا نلعب على اساس صداره المجموعه، واللي يخرج لنا ان شاء الله يكون من التواني، على الاقل بيكون اضعف من الاول. صحيح. انما شكل الاهلي انت شايف ان في تحسن كويس جدا. الاهلي في مستويات، ابتدى عندنا في كره بنتفرج عليها، ابتدى نتفرج على الهجمات واستغلال الاوقات وتحديد المواعيد في الملعب، بتكسب المباراه، بتنهي كل مباراه دلوقتي في الشوط الاولاني. وعندك استعداد تزودي في الشوط الثاني، هنزود، انما احافظ على الفوز، لا، احنا بقى عندنا شكل كويس جدا. صحيح. عندنا لعيبه متمكنه، وانا شايف حظوظنا في البطوله باذن الله. هنلعب النهائي برضه، بس ان شاء الله نكسب بقى. الموضوع بقى صعب قوي، يعني خساره النادي الاهلي في نسختين متتاليتين في النهائي، مش مشكلة. الموضوع صعب بقى. مش مشكله. وبرضه خلي بالك ان دي ارقام قياسيه بتضاف للاهلي. اكيد. عايزين تتكلموا من الجانب ان انا خسرت وفي ناس فرحانه مثلا، لا، نتكلم من الجانب القياسي الثاني اللي هو ان الاهلي بيلعب بطولتين افريقيتين متتاليتين، وده بيتحط له في الارقام القياسيه طبعا، اكيد على قوه النادي الاهلي، وبتدي له درجات ونقاط اعلى، اكيد طبعا. فدي ما تزعلناش. وبعدين هو الاحسن دايما بيكسب. ما كناش الاحسن في النهائيين سواء في المغرب او في تونس. بدايه البطوله في ديسمبر، شايف ان ده عمل مشاكل للنادي الاهلي في ظل طبعا الغيابات وتزاحم المباريات والمؤجلات اللي عند النادي الاهلي في الدوري ممتاز والبطوله العربيه اللي كنا بنلعب فيها؟ بدايه النسخه دي بشكل استثنائي، هل اثرت سلبا على النادي الاهلي؟ احنا بنتكلم من ديسمبر اللي فات اللي هي بدايه البطوله، لعبنا الادوار التمهيديه ودخلنا المجموعات وكده. كل قاره بتبقى لها ظروف واختيار المواعيد. هنا الدوريات بتتلعب مختلفه من دوله لدوله. ما هو انا هلعب البطوله كده ولا كده؟ طب هي اتلعبت في ديسمبر، قبل كده كانت بتلعب في ايه؟ في نوفمبر. صحيح. طب ايه اللي فرقت الشهر ده، هيفرق ايه؟ ولا احنا عشان زحمه البطولات والمواعيد والاعداد للبطوله الافريقيه والمشاركه في البطوله العربيه والطمع اللي موجود في الانديه اللي مش عايزه تشارك في كل البطولات. لا، احنا طبعا بواحده بواحده وبالتنسيق بيننا وبين بعضينا وبالاتفاق مع اتحاد الكوره ان شاء الله هنختار التوقيتات المناسبه للكره المصريه خاصه لفريق النادي الاهلي. وربنا يوفقنا السنه دي ان شاء الله تبقى عندنا بطوله كاس الامم، تصفيات الاولمبيه، ونهائي الدوري الافريقي بالنسبه لي ان شاء الله تبقى خير ان شاء الله. طيب خلينا نروح لملف تاني، الازمه اللي موجوده دلوقتي على الساحه الرياضيه، ازمه مؤجلات النادي الاهلي. الانديه اللي بتطالب ان النادي الاهلي لازم يلعب مؤجلات او لازم يلعب مباريات معينه عشان هي تكمل لقاءاتها في النادي الاهلي. وطبعا بعد ما وصلنا يمكن يوم 6 يناير اللي فات جدول للمسابقه لغايه مارس القادم بيعمل بالنادي الاهلي وجهازه الفني. شايف الازمه دي ليه؟ وليه ظهرت في الوقت ده بالذات؟ ليه ظهرت لما النادي الاهلي ابتدى ان هو يستعيد الروح بتاعته؟ انت سالتي السؤال وجاوبتيه. هو ايه التوقيت ده ليه؟ وبعدين انت لما بتيجوا تتكلموا وتقولوا المؤجلات الاهلي كام؟ هي مباراتين، انبي زمالك فقط لا غير من الدور الاولاني. يبتدي الدور الثاني ااجل ما اجلش، انا حر الدور الثاني ده اعمل اللي انا فيه. هو عشان مستوى الاهلي ان ابتدى يدخل في المنافسه وابتدى يقترب من قمة البطولة، ابتدي انا اعمل ازمات للاهلي. وبعدين انت بتتكلم على مين؟ على النادي الاهلي؟ لا، انت ما تتكلمش عن النادي الاهلي ولا تعترض على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دوت نادي الشعب ونادي مصر، نادي دولة. لما تيجي تتكلم اتكلم معاه بحرفنة وبذكاء. عايز ايه المؤجلات اللي انت بتتكلم فيها؟ انت بتتكلم على مباراة الانبي ثم طب الاهلي هيلعب مع انبي يوم الثلاث اللي جاي. صحيح. هل التوقيت اليومين الثلاثه دول وبعدين اخلص انبي وام مسافر رايح العب في تنزانيا تاني، انت ايه
وبعدين تيجي تكلميني تاني تقولي الاصابات. طب ما هي الاصابات بتيجي من الارهاق والاجهاد اللي بنتكلم فيه. طب انا النهارده مش هحافظ على اولادي ليه؟ ده حقيقي. وبعدين تاجيل مباريات للنادي الاهلي لانه بيشارك في بطوله قاريه بيمثل فيها الكره المصريه، فده اكيد واجب وطني. هو ايه؟ هو الاهلي يوجه المباريات لمصلحته؟ الكلام الواضح بقى، انتوا بتتكلموا على اساس ان الاهلي هو يعني يوجه المباراه النهارده، يلعب مع نجوم المستقبل، يلعب مع دجله، يلعب مع انبي، هو فين الفرق القويه في الدوري اذا كنا بنفترض ان ناديين بيراميدز والزمالك؟ طب ما انا ما لعبت بيراميدز. صحيح. وانت لعبت بعديه بيراميدز. ايه اللي مطلوب مني؟ العبك؟ نلعب، بس اختار لي التوقيت اللي انا اكون مناسب فيه. هي قمه الاهلي والزمالك محتاجه، مش في حاجه اسمها امن. صحيح. مش في حاجه اسمها داخليه. صحيح. هي اللي بتختار الميعاد وتختار الملعب والتوقيت وكل. اشمعنى المره دي بقى ظهرت انها يظهر من النادي المنافس يقول لك لازم الاهلي والزمالك يلعبوا الاول، والزمالك يقول لك الاهلي وبيراميدز يلعبوا الاول، وانا مش اللي عايز يلعب يلعب واللي مش عايز يلعب ينسى. احنا ما عندناش اي مشاكل، احنا بس ملتزمين بالجدول اللي وصلنا لنا يوم 6 يناير اللي فات. مين اللي عنده ازمه هنا؟ ما هي الازمه مين اللي صدرها؟ بيراميدز وتعاون مع نادي الزمالك. طب ليه؟ تحالف مع نادي الزمالك. طب احنا سيبنا من التحالف ده كله، احنا عايزين نتكلم الكلام المنطقي والواضح للناس. الاهلي طول عمره كسب بطوله خسر بطوله بيخرج محترم جدا جدا وما فيش اي حاجه. في انديه ثانيه لما تيجي تخسر البطولات ما تنزلش لعبتها تستلم الميداليات ولا الكاس. انت جاي تتكلم فيه. وبعدين مين النادي اللي هتقارنه بالنادي الاهلي النهارده؟ اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره من الاخر خالص. هو ايه اللي كان مطلوب؟ ان بيراميدز هيطلب ان الاهلي يلعب مع الزمالك ويلعب مع كذا. طب هتدينا انت الجدول يعني؟ انت راح تشتكيني في الكاف على اي اساس؟ ويقول لك لا اصل الكاف ده اوقف رئيس نادي الزمالك قبل كده. لا يا لا يا سيدي الفاضل، ما وقفوش عشان حصلت مشكله، لانك انت سبيت رئيس الكاف والاتحاد الافريقي واعضائه. دي كانت عقوبه اخلاقيه. صحيح. ما كانتش عقوبه يعني فنيه ان احنا اتظلمنا، الزمالك اتظلم، ما كانش الزمالك يعني مشارك في بطوله وخرج منها بالظلم او كده. لا، خلونا نرجع للحوار كويس. البطوله في الملعب، الفنيات، المستويات، هي اللي هتفرق فريق عن فريق. اكيد. اذا كان الزمالك متصدر احنا بنقول له يستحق. اذا صحيح. كان الاهلي داخل ده من حقه. إذا كان بيراميدز عايز يكسب البطولة بنقول له يا عم ده طموحك. إيه اللي إحنا بنفتحها ونعملها بشكل؟ النهارده عشان اتحاد الكورة ما ياخدش قرار ويحول القرار للجنة الأندية، وأنتوا لجنة الأندية دي مفعلينها؟ ولا أنتوا لقيتوا حجة إن أنتوا تعملوا قرارات بقى؟ شوف القرارات اللي هتطلع. إلزام الأندية بلعب المؤجلات بالتواريخ اللي هتحطها اللجنة، ماشي. كل الأندية هتمضي على إقرارات إن هي حسب المواعيد والجداول هتلعب المباريات. يعني أنت لو عايز تشترك في البطولة الأفريقية اشترك، في البطولة العربية اشترك، في أي حاجة، بس أنت هتكتب إقرار إنك أنت هتشارك وحسب المواعيد المقترحة. طب إزاي؟ طب أنت رجعت تاني تقول لي المواعيد المقترحة، أمال خطاب الأهلي ده كان إيه؟ لا أنا طيب في الحالة بقى إن خلاص دلوقتي كان في فعلا اجتماع وحضروا رؤساء الأندية زي ما طالب مجلس لا هم اجتماع طارئ لمجلس للأندية المشاكرة في البطولة كأنها تكون فدرالية أكننا فيئة الأمم المتحدة، يجتمعوا بكرة بعد بكرة بعد بكرة، إحنا لسه قدامنا أسبوع ما فيش ماتشات. صحيح. إلا الماتشات الغلابة. طيب خلينا قلنا في اجتماع حصل وما وصلناش لأي حل، إيه اللي هيحصل؟ هل الدوري المصري مهدد بالإلغاء؟ انت بتتكلمي عن دولة اسمها مصر، مفيش حاجة اسمها مش هوافق ومش هوافق. انت بتتكلمي على قطبين، اهلي وزمالك، الشعبية الجماهيرية، اللي هيتم الاتفاق عليها هيفرض على الجميع، محدش يقدر يتكلم ولا حد يقدر ينطق بكلمة. طب خلاص الاهلي دلوقتي تمسك برأيه وكذلك الزمالك تمسك برأيه. مش تمسك برأيه، الاهلي بيقول لك هلعب مبارياتي حسب الجدول اللي انتوا حاطينه. ده حقه وده الطبيعي. ده حقه، ومن حق الاندية التانية انها تقول الاهلي يلعب مؤجلاته الاول. ايهما اكثر حقا؟ اكيد طبعا تمسكي الأهلي بجدول الزمني اللي قدمني يوم 6 يناير. الحته الثانيه هو هو الخوف من الاهلي في ايه؟ ان مع الوقت المصابين يرجعوا، الفرقه تزداد قوه. صحيح. الفرقه تقدر تنافس، الفرقه تقدر تنتهي لصالح النادي الاهلي مثلا. ودي كلها في علم الغيب. صحيح. ومين قال لنا ومين قال ان الاهلي يكسب الزمالك؟ طب ما ممكن الزمالك يكسب الاهلي، انما الاهلي بيتعامل بواقعيه وبمنطقيه وبيتكلم بحرفيه. تمسك باللي انت عامله عشان ننتهي من الازمه دي.
تمسك بقراراتك وتمسك، لانك انت صاحب سياده. وما تجيش تقولي لي برضو انا بسمع كلام يقول لك اصل النهارده هيعرضوا على وزير الشباب والرياضه لاخماد الفتن بين الاهلي والزمالك. وزير الشباب والرياضه قال انا مش هتدخل دلوقتي خالص لما تبقى ازمه الشباب حقيقيه وبتهدد. هو وزير الشباب والرياضه النهارده فين؟ الدوري ممكن اتدخل. هو وزير الشباب والرياضه النهارده فين؟ وزير الشباب والرياضه النهارده في كفر الشيخ. امتى اتكلم وامتى عمل وزير الشباب والرياضه؟ بلاش نقول وزير، وزاره الشباب والرياضه لن تتدخل في امور تخص الانديه اللي معني عندها اتحاد الكوره، انما في توقيت مناسب لو الشراره ولعت هيدخلوا يطفوا هذه الشراره. انما مش هيتدخل. وانت النهارده لما بتكسب تستفيد ايه منك وزاره الشباب؟ صحيح. النهارده لما تكسب الملايين، لما تجيب لعيبه، لما اي الوزاره بتكسب منك ايه؟ انما لما تحصل مشكله وزير الشباب والرياضه يدخل لاخماد الفتن؟ ما فيش فتن. طيب. احنا اللي بنالف الفتن دي. وبدوله لها سياده ما حدش يقرب من الخطوط الحمراء عشان الامور تستمر والبطوله تنجح باذن الله. أستاذ أسامة، هل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مهدد بالإلغاء؟ استحالة. استحالة. وأتحدى. واللي يقدر، مسؤول كبير يقدر يقول إن الدوري هيتلغي، يطلع يقول كده قدام الناس. دوري، إلغاء الدوري معناه حاجة واحدة، إفلاس جميع الأندية بما فيهم النادي الأهلي. لأن الشركات الراعية اللي بتدفع الفلوس عشان الدوري ده يستمر هي مستمرة في الدعم من خلال مباريات بتذاع. صحيح. بس فضائي، بيوت بتتفتح. ده حقيقي. انت النهارده تيجي تقول لي اظهر ايه قدام العالم؟ اقول لهم ايه؟ لغيت الدوري ليه؟ عشان الانديه بتتخانق، عشان العراق اللي فيها حرب مستمره دوريها شغال. صحيح. ليبيا اللي فيها برضو دوريها شغال. اجي انا اللي عندي استقرار وهدوء وعندي ربنا مديلي نعمه الامن، اجي النهارده اقول الغي الدوري عشان مين؟ عشان الامور اللي احنا بنسمعها اليومين دول؟ عشان المؤجلات؟ لا، ان شاء الله هتبقى خير وما فيش الغاء دوري وما حدش يقدر يقول الغاء دوري. طيب، مع دخول امم افريقيا ان شاء الله واستقبال مصر لبطوله امم افريقيا، اكيد شرف لينا ان احنا ننظم بطوله مهمه. دي كان 2019 اكيد من اهم البطولات القاريه. شايف مصر ازاي ممكن تستقبل البطوله دي؟ وشايف ازاي بتسعى وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره ان هم يطلعوا النسخه الحاليه من كان 2019 بابهى صوره لمصر؟ اولا انا متفائل جدا بالبطوله دي. معلومات اللي عندي واكيده ان الدوله هي اللي بتشرف على هذه البطوله، وان نظمت ثلاث لجان، اللجنه العليا برئاسه رئيس مجلس الوزراء. صحيح. واللجنه الثانيه اللي بنتكلم عليها اللي هي خط الوسط. يعني انا بعتبر لجنه الرئيس معالي وزير الوزراء المهندس مصطفى مدبولي دي خط الهجوم بتاعنا. خط الوسط عندنا هيكون وزاره الشباب والرياضه، خط الدفاع هي اتحاد كره القدم في التوجيه والتنظيم. وكان وزير الشباب والرياضه واضح جدا لما قال لك ان البطوله مسؤول عنها اتحاد الكوره. كلام جميل جدا، بس بقول لك انا لا، الدوله من خلال رئيسها هو البطوله دي تحت اشرافه وتنظيمه. بدليل لو طلبت ملاعب هو اتحاد الكوره اللي يصرف عليها؟ الدوله. ان طلبت فنادق؟ صحيح. الدوله اللي هتقدم. ان طلبت خدمات صحيه؟ ان طلبت خدمات امنيه؟ ان طلبت خدمات سياحيه؟ هنجيب عضو من مجلس اداره اتحاد الكوره او من وزاره الشباب؟ الدوله هو اللي هيطلع. هي الدوله في كل حاجه. فتفائلي خير. وهتتفرج على افتتاح مبهر، وهتتفرج على اجراء قرعه ما حصلتش في تاريخ مصر. الامور ماشيه، بس يعني كتر الكلام في الميديا هو اللي بيدينا الاحساس وبيدينا الخطوره على البطوله. لا، بطولتنا المره دي مش، ما حدش شافها قبل كده في العالم كله، مش في افريقيا. سمعنا ان في استعدادات جديده بقى علينا هنا في الكره المصريه، اماكن معينه لذوي الاحتياجات الخاصه، سلالم الكترونيه بالنسبه لبيع التذاكر هيكون بطريقه الكترونيه ببصمه الوش وبالبطاقه، والموضوع مختلف. يعني الاستعدادات اللي بنتكلم عليها مختلفه تماما. ما دي الخبره الروسيه اللي انت هتجيبيها. الخبره الروسيه في كاس العالم. صحيح. اللي فات 2018 كانت حلوه جدا. كاس العالم حلوه، ده كانت مبهره جدا. احنا ما كناش بنتفرج على الكوره، احنا كنا بنتفرج على الملاعب، بنتفرج على الالوان، بنتفرج على التذاكر. وقد ايه الشعب الروسي كان مضياف بالنسبه لينا. يعني انا رحت مثلا حضرت مباراه، ماشي، قد ايه هم بيستقبلوا الجماهير بحفاوه وبحب وبترحاب. عشان ايه؟ عشان يعكسوا صوره كويسه جدا للشعب، ويستفيدوا ماديا مننا. ما هي دي السياحه اللي بنتكلم عليها. انت هتعملي كل حاجه كويسه جدا وتظهري بالشكل اللي هيبهر العالم كله.
هتعملي كل اللي انا شايفه حلو في اي دوله عالميه هنقدر نفيده هنا. هقدر اعمل الدخول الممرات، اقدر اعمل الاحتفالات، اقدر اعمل الجاليري في كل الملاعب. ودي حاجه احنا اتكلمنا فيها معالي الوزير، ما نعمل متاحف ونجيب طلبه المدارس والدين يجوا يدخلوا ما انت هتضري فلوس كتيره جدا. صحيح. بالرغم ان اللي هتصرفه مصر على البطوله اكتر مما تتصوري من اللي هيجي لنا. فلذلك انا شايفه بطوله هتبقى في غايه في الابار وحاجات مش هتخطر على بالك. صحيح. طيب احنا بنتكلم عن كان 2019، واحنا بنتكلم عن كان 2019 احنا مش بس بنستضيفها، احنا كمان عندنا منتخب اكيد لازم ينافس على اللقب ده واكيد لازم يحصل عليه بقى في النسخه الحاليه. هذه اصعب، ده بقى اصعب حاجه في البطوله. ليه ما ينفعش بكل الابهار وبكل الانجازات وبكل الدنيا اللي انا شغال فيها دي اجي اخسر بطوله، على الاقل استمر لحد الدور قبل النهائي اوصل النهائي، المهم اكون معايا منتخب ده. اصل انت يعني تعرفه منتخب مصر يوصل للنهائي يعني ايه؟ يعني بتتكلمي في كل مباراه 100,000 متفرج. صحيح. يعني انت بتتكلمي عن حاجات كتيره وعالم بيزيد ودنيا وجماهير ومشاهدات على الفضائيات والدنيا هتكون حاجه مختلفه تماما. لا لازم نكسب، ولذلك من الصالح العام بقى دلوقتي ان ما الغيش الدوري. صحيح. من الصالح العام ما جيش اتكلم في حته مؤجلات. من الصالح العام ان البطوله المحليه تستمر عشان الراجل اللي هو المدير الفني اجيري لما يجي يتفرج على لعيبه ويلاقي العناصر ما يتزنقش. النهارده انت بتتكلم عن كام حارس؟ انا بتكلم عن 6-8 حراس على اعلى مستوى. عايز يكون 6 في الباك اليمين و6 في الباك الشمال. صحيح. يعني في كل نقطه موجوده عندي 6، لما اخد 3 يبقى عندي الكنز بتاعي اللي موجود اقدر اجيب منه اللعيبه اللي انا عايزها. فلذلك احنا لازم نكسب البطوله دي. لا طول ما البطوله شغاله واسم منتخب مصر بيتردد يبقى انت بتضمني ان الملاعب كلها تكون مليئه على الاخر. طبعا. صحيح. طيب لو رجعنا تاني للنادي الاهلي ولقاء النهارده، شايف ازاي هيقدر المدير الفني للنادي الاهلي مارتين لاسارتي ان هو يتعامل مع الغيابات؟ شايفه هيلعب ازاي؟ هل هيغير؟ انت برضو رجعت على حته الغيابات. احنا عندنا الاهلي بمنحدر. عندنا غيابات كتير قوي بس مش زي عندنا ممكن نقول عندنا شهر. فرقه مصابه برضو. لا 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 ما عدناش فرقه، لا احنا اللي عندنا 5-6 دلوقتي، قبل كده في 16 و17. انما انا بتكلم طريقه مارتن لاسارتي. الطريقه دي ابتدت تظهر. عندك باك يمين وباك شمال بيلعبوا مساكين مش مكانهم. يعني انا ما عنديش اللعيبه السليمه وللاسف. يعني ما طب كريم نيدفيد لما بيلعب باك يمين بيؤدي. الباك الشمال اللي عندي اللي بنتكلم عليه ما ايمن اشرف موجود بيلعب هنا وبيلعب هنا. لا انت النهارده عندك انسجام وتناغم، انت عندك بقى في شكل الاهلي بقى مرعب. الاهلي ما بيتوقفش على حد. صحيح. ولكن انا بقول لك في ماتش سيمبا النهارده هتتفرجي باذن الله الاهلي هيكسب وهتتفرجي على اهداف مش راس الحر مش راس الحربه الحر اللي هيجيب. تدويره الاهلي في الملعب يعني انطلاق رمضان صبحي حسين الشحات ما يجيبوش اجوان؟ طب هم اللي احرزوا الاهداف في المقص. والماتش اللي فات ما انت عندي اجايب جايب اجوان وهيجيب. انت النهارده عندك لا الاهلي ما عندوش حجه في مباراه اليوم او نقول الاصابات. الاصابات مش هتاثر النهارده. لا مش هتاثر نهائيا. يمكن من اهم تصريحات كمان المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني بتتكلموا ليه عن الاصابات؟ انتوا بقالكم 112 سنه بتاخدوا القاب. راجل ذكي جدا. راجل يعني انا على فكره انا كنت قاعد بره وانا بتفرج على العنوان ده عجبني جدا. اصل عيب ان الاهلي يتكلم في حته بقى الاصابات ونخليها نغمه مستمره. مع النهارده انا لو كسبت هكسب باداء الاهلي؟ لو قدر الله لو خسرت هخسر باداء الاهلي؟ ده السؤال اللي احنا لازم نكون فيه. لا الاهلي النهارده هيكسب باذن الله وهيكسب بنفس اللعيبه اللي بتتكلم وهيأدي الاداء اللي احنا متفرجين عليه. يا جماعه الاهلي النهارده بينقل كوره جميله. صحيح. الاهلي بقى عنده سرعه في التمرير. الاهلي بقى عنده قوه وعنده لمحات لاعبيه في التسديد. عنده هو بيجي في وقت بيقل المستوى شويه بس لما بيكون مطمن على النتيجه. فلذلك انا مش قلقان على الاهلي خالص ومش عايز اتكلم في موضوع الاصابات. هل شفت ان في صفقه كانت او كان النادي الاهلي محتاجها ولم تتم في الانتقالات الشتويه اللي اتقفلت امبارح او امبارح؟ الاهلي لو جاب 30 لعيب كنت اقول لك انا عايزين اللاعب 31. هي دي. لا انا فلسفه الاهلي جمالها في ايه؟ ان هو بيختار الناس اللي عايزها. لاول مره بيختار صفقات جميله.
احنا عندنا صفقتين وعندنا ثلاثة بس بدون ما اتكلم فيها ما كانتش يجب انها تيجي الاهلي. بس انت صححت الاوضاع، لا يكتفي الاهلي بالصفقات دي، وانا شايفها ان ما كانش يمكن لاخر وقت او لاخر يوم كان في الانتقالات مفتوحه، كان الناس بتتكلم عن مدافع قد يكون من نادي الاسماعيلي، نتكلم عليه محمود متولي او كمان احمد سامي، لا كان اسمه مطروح، لا نتكلم على محمود متولي. محمود متولي لو كان الاسماعيلي وافق على انتقال عمرو جمال مكان محمود متولي، انا كنت بقول لك دي كانت الصفقه، لو جت كانت تبقى كويسه، انما ما جتش ما فيش مشكله للاهلي، لان اللعيب هيجي لنا الموسم الجديد بالتاكيد. صحيح. استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليكي وكل سنه وانت طيبه، انا عارف ان عيد ميلادك بكره. وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، وكل التوفيق ان شاء الله النهارده لفريقنا الساعه 9 مساء على ملعب برج العرب في مواجهته في دوري ابطال افريقيا قصاد سيمبا التنزاني، ويوم سعيد لحضرتك.